نيران وقصف بالحجارة وأحداث شغب عاشها تلاميذ متقنة ابن الهيثم برويسو مساء أمس إثر هجوم عصابة ملثمين كانت مدججة بالأسلحة اليدوية وأخطر أنواع المفرقعات. تعرضت البارحة المؤسسة إلى أعمال شغب كادت أن تقع فيها أرواح. حارق كي نقول لك كارثة يا أختي، نخاف ولادنا ينقصوا ولادنا ينحرقوا. يقول لك لي فوايو يدخلوا لنا من تحت. صدموا عباد من برا دخلوا الداخل شالوا لي في ميزان. هذا من البكري هذا. قوات الأمن التي لا يبعد مركزها عن المتقنة سوى بضع خطوات طوقت المكان وغلقت جميع المنافذ فور تلقيها الخبر ليتم القبض على اثنين منهم، فيما فر البقية إلى وجهات مجهولة. شفت غير لي دو بوليسي كي داو دو جون، قال لك سكي باغي لدخل كانت كارثه عظمى. كاين اساتذه عندهم الضغط الدموي السكر، كاين ناس تغشاو تلاميذ وكاين كاين شرطي حاول ان ينقذ الوضع فوقع على راسه. اساتذه المتقنه لم يستسيغوا ما حدث امس، حيث شنوا صباح اليوم اضرابا عن العمل تنديدا بسلوكات التلاميذ المتواطئين في الهجوم عن حد تعبيرهم. مجموعة هائلة من التلاميذ دخلت ببعض أولا مقنعة واستعملوا فيها أنا لا أسميها مفرقعات أسميها أسلحة، أن يتوجهوا نحو وزارة التربية فاتجهنا ولكننا هم مشنا. يا سيدتي يا وزيرتي من فضلك استجيبي لنا ولو مرة، استجيبي، ارحمي ارحمي دموعنا. هي وضعية تطرح أكثر من استفهام بعد استفحال هذه الظواهر المنافية لقيم المجتمع بالوسط المدرسي، لتبقى دموع الأساتذة تنتظر تحرك الوزارة لوضع حد لهذه التجاوزات التي أضحت تهدد المنظومة التربوية في البلاد.